الخير وعلى ضيوفك الكرام وكل متابعي قنوات الكاس الرياضية. نتواجد في أرضية نادي دحيل الذي يستعد طبعا بعودة الدوليين للمباراة القادمة والتي لن تكون سهلة أمام مصلال. دحيل بدأ يأخذ يعني الرتم التصاعدي ونتمنى أن يواصل هذه العروض المميزة هو وبقية أنديتنا في دورينا. معي مباشرة المعز علي لاعبنا الدولي. أقول لك بداية يعطيك العافية ويلكم باك تو تريننج. بس خلني أسألك قبل أي شيء، أنت تحب الكيك ولا؟ أكيد أحب الكيك. إيه؟ الله يعينك يا أخي، أنت الحين اليوم وراك كيك وعقب بكرة وراك مصلال. أمور طيبة. الأمور طيبة. شو راح تتعامل أول شيء مع الكيك وبعدين المصلال؟ الكيك أموره بسيطة يعني بسيطة. من حرق في الملعب ما عليك. الله يعافيك. تكلم عن مباراة مصلال. مصلال مثل ما ذكرت مباراة مش سهلة. مصلال في هالموسم نتائجه يعني ما كانت لصالح الفريق. أكيد إنه يبي يرجع في سباق الدوري، يبي يرجع في إنه يحصل مركز زين. احنا كنادي دحيل ثاني الدوري نحاول ان احنا نقدم افضل ما عندنا، نبي ناخذ النقاط لان احنا نحتاجها لان احنا قاعد نصارع على الدوري. المباراه ما راح تكون سهله، اكيد احنا مركزين، راح نقرا نادي مصلال عدل وراح نقدم مستوى طيب يليق بنادي دحيل وناخذ 3 نقاط ان شاء الله. سؤال اخير قبل ما تدخل التمرين او قبل ما تاكل الكيك. التوقف هل تشوفه لصالح فريق دحيل ولا لا؟ خاصة ان احنا نعرف ان التوقف في بعض الاحيان يضر الفريق اللي برتم تصاعدي ويفيد الفريق اللي اصلا كان واقف. شوف فريقنا يعني اللعيبة اللي موجودين الكل يعرف ان اللعيبة دوليين، التوقف مرات يساعد الفريق ومرات شوي يكون ضد الفريق، بس هذا التوقف بيكون زين ان شاء الله. معنويات عالية، لعيبة المنتخب رجعوا طلعوا بمركز مميز لهم، اكيد انه بيعطينا دافع. اللعيبه اكيد انه يعني اللعيبه الدوليين الموجودين اكيد انهم عارفين ان التوقف راح يكون كبير وكل اللعيبه راح تجتهد في هالوقت عشان ترجع وتلحق على الدوري يعني تقدم مستوى طيب. فقين يعطيك العافيه ولحق على كيكتك. وعندي اسماعيل محمد يعطيك العافيه. اسماعيل الله اسماعيل بعد العوده جميل انهم يحتفلون فيكم كم من كيكه حلوه، لكن ان شاء الله يعني مثل ما قالوا انها تكون يعني كيكات للتصوير بس يعني ما تكثرون. لا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احب ابارك لكل من شجع منتخب العنابي لحصولنا للمركز الثالث. الحمد لله ظهرنا بظهور جدا يليق بمنتخب قطر وعندنا الافضل ان شاء الله في الاستحقاقات القادمه باذن الله. اعتقد الاحتفاليه مثل ما تشوف تكريم لجهود اللاعبين ما قصروا في هذا، ويشكر عليه ايضا اداره نادي الدحيل على تكريم اللعيبه. طبعا اكيد دافع معنوي ان احنا نتكرم في نادينا وان شاء الله احنا نقدم لهم ان شاء الله كيكه الدوري باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. خليني اسالك، الفريق فيه اصابات فيه غيابات ولا هو جاهز خلاص؟ والله انا دائما اتكلم عن نادي الدحيل، الدحيل بمن حضر، فما اقدر اقول لك في اصابات، في لعيبه يمكن مش جاهزين، لكن مثل ما قلت لك الدحيل بمن حضر ان شاء الله. احنا عندنا مباراه مهمه جدا ضد مصلال ان شاء الله بعد توقف طويل، فاتوقع ان شاء الله نبدا بدايه بعد التوقف بدايه قويه باذن الله في الدوري ان شاء الله. لحق على كيكتك، يعطيك العافيه. اتمنى شخصيا صراحه ان لا يؤثر التوقف على كل انديتنا، اتمنى ان نشاهد رتم عالي ومستوى مميز لكل الانديه القطريه. الجو بدا يزين، بدا يبرد يا خالد، اذا كان التواجد الجماهيري مسموح اتمنى فعلا كل الجماهير تساند انديتها وتقف معها، خاصه بان الجولات القادمه جولات مهمه والاجواء ايضا بدات تبرد، فنتمنى ان تكون اجواء الدوري ساخنه وتستمر هذه الاجواء البارده للحضور الجماهيري. عندك الكلمه يا خالد.